يا ومرحبا فيكم مشاهدين برنامج قصة إنجاز حلقتنا اليوم راح تكون حلقة مختلفة وراح نتحدث عن رياضة المبارزة هذه الرياضة اللي ظهرت من فترة طويلة وتحتاج إلى سرعة البديهة والمرونة والعديد من الاستراتيجيات علشان الشخص يقدر ياخذ بعض النقاط اليوم في حلقتنا راح نتعرف على أمور كثيرة تخص هذه الرياضة منها أهم بداياتها وبالإضافة إلى شلون ممكن أنها تساعدنا في حياتنا اليومية حلقتنا اليوم رح تكون مميزة لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل نتعرف على تاريخ اللعبة ومن بعدها نرجع وياكم في برنامج قصة إنجاز المبارزة هي رياضة تمارس منذ قرون ولها تاريخ عريق يمتد من المبارزة إلى المنافسة الأولمبية الحديثة، في القرن التاسع عشر بدأت رياضة المبارزة في التحول من أداة للحرب إلى رياضة رسمية، أقيمت أول بطولة حديثة للمبارزة في عام 1880 في فرنسا، وسرعان ما انتشرت الرياضة في جميع أنحاء أوروبا وخارجها رجعنا لكم مشاهدين برنامج قصة إنجاز ومن بعد هذا التقرير عن تاريخ رياضة المبارزة أو رياضة المبارزة والسيف هذه الرياضة اللي تعتمد على آلة السيف أو نقدر نقول العديد من المهارات ويانا في الاستديو اليوم اللاعبه والمدربه وصاحبه النادي لولو الايوب حياك الله ويانا في برنامج قصه النجاح. مشكورين شكرا على الاستضافه وشكرا على المقدمه. أه لولوا طبعا اكيد بدايتك كانت مختلفه في رياضه المبارزه خاصه ان هذه الرياضه أه نقدر نقول لما كنا نسمع فيها او بداياتها خاصه في المجال النسائي دائما كنا نسمع اسم لولو الايوب، شلون بلشتي فيها؟ آه شكرا على متابعتك لي من آه يعني وقت آه مو وايد طويل <applause> ما نبي نقول وايد طويل لكن فعلا كان يعني من ايام من 95 احنا بدينا في في هذه الرياضه وتدرجنا مثل ما انت ذكرتي من كنا مبتدئات ولاعبات وبعدين فزنا ودخلنا المنتخب ورحنا برا مثلا الكويت اللهم لك الحمد كان لنا الشرف ان احنا مثل دولتنا ونحصل بعض الميداليات وبعدها دخلنا في مج... دخلت انا شخصيا في مجال التدريب وفي نادي سلوى في الجرين وبعدها يعني تدرجت الى رئيسه لجنه نسائيه في الاتحاد الكويتي للمبارزه عن طريق ترشيح اللجنه الاولمبيه الكويتيه. فأسس نادي طبعا نادي توش في لعبة المبارزة اللي كان الهدف منه هو تفتح المجال للفتيات تحديدا لتشجيعهم على ممارسة هذه الرياضة وبعدها تدرجنا في الوصول إلى الاتحاد عن طريق تمثيل رئاسة اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي للمبارزة بترشيح من اللجنة الأولمبية الكويتية وتأسيس نادي خاص لتشجيع الفتيات وتحديدا البنات والاطفال على رياضه المبارزه ولله الحمد يعني انا ما احب اني اضطهد اي فئه لكن حاليا النادي مفتوح لجميع الفئات للصغار والكبار للبنات والاولاد ولجميع الفئات اللي حابه تمارس هذه الرياضه وتتعرف عليها اكثر. اي نعم طبعا تحديات كثيره تواجهكم كلاعبين وكمدربين في هذه الرياضه، شنو هي اهم التحديات اللي تواجهك الوقت؟ شوفي يعني هو كل مرحله تحديات يعني انا لما كنت لاعبه كانت لي تحديات مختلفه كنا اصلا زمن مختلف في التسعين في التسعينات لما كنا في بدايه المشوار بعدين في, بداية في خلال المنافسات كان في يعني تحديات اخرى على 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 صعيد الميزانيات والمخاطبات بين الاتحادات الدوليه والاتحاد الدولي والاتحاد الكويتي والاتحاد يعني في تنس في مشاركات في البطولات يعني خصوصا احنا ايام الفاكس يعني ما كان في ايميل الحين وهذا هاي تحديات مختلفه يعني عرفتي وبعدها تحديات التدريب لكن لما اكلمك اليوم اليوم انا شنو التحديات اللي عندي اولا عندي تحدي اعتقد كل كل رياضي في الكويت خصوصا يعني المدربين يعني ايدوني فيه هو تحدي وجود مرافق وصالات رياضيه يعني بكم وبجوده ممكن ان المدربين يشتغلون فيها سواء على رياض صعيد رياضات جماعيه او رياضات تخصصيه خصوصا احنا نتكلم عن صاله متعدده الاغراض يعني احنا نتكلم عن مثلا ملعب طائره لما تشيلين الشبك ممكن يتحول حق ملعب يد ممكن يتحول حق ملعب كره سله ممكن يتحول حق تنس ممكن يعني هي بالنهايه صاله متعدده الاغراض اي نعم الهيئه العامه شباب الرياضه او للرياضه حاليا هي قاعده تسعى مشكوره في ان هي توفر يعني عدد كبير من الصالات لكن في للحين انا يعني ليه الحين إيه يعني عامل الصيانه اعتقد كان يبي له بعد شويه شد يعني احنا نشد على ايدهم ونحاول ننبههم على الاشياء اللي ممكن تصير احسن لكن فعلا الصالات الرياضيه يعني هذا انعكاس او مؤشر جيد انه يكون عندنا نقص في هذا الموضوع ونعاني منه معناته ان المجتمع قاعد يوعى اكثر وقاعد يحتاج صالات اكثر إيه. فانا يعني هو شيء ايجابي وسلبي في نفس الوقت لكن احنا نسعى ان احنا نكون عند نكون دوله رياضيه بحته ونكون يكون عندنا مرافق اكثر عشان نشجع ناس اكثر انها تلعب اكيد وشنو اللي سوبري تتبعينه كمدربه في رياضه المبارزه أه على الصعيد يعني التدريب الفني لما أدر ادرب البنات احاول يعني البنات او الشخص اللي ما يعرف هذه الرياضه بشكل عام، احاول كثر ما اقدر اني اوصل الجانب الثقافي للرياضه، لان الرياضه مو بس تنافسيه، احنا قاعدين نتكلم عن مجتمع صحي، اذا احنا نتكلم عن فرد صحي، الفرد الصحي هو شنو؟ انه هو يكون انسان مثقف على صعيد الاكل، الدايت ماله شنو ياكل، اللايف ستايل ماله شنو؟ هذه الرياضه جزء من يومه. اللي هو يمارسه شلون يوازن ما بين انه هو الجهد اللي يبذله مثلا في العمل خلال صباح خلال فتره صباحيه يعني وشلون يريح شلون هذه الاشياء انا اعتقد مهمه لأنه عشان تطلعين في مستوى احسن فنيا خاصه اذا كان عندك شخص رياضي يعني في الى حد ما مؤهل عضليا انه هو يؤدي الحركات اللي انت تطلبينها منه لكن عنده مثلا اجهاد او عنده تعب خاصه إحنا عند التمرين يبدي المغرب مثلا الساعه ستة ونص فانت تبين تركزين على الجانب انه شلون الانسان يوازن بين راحته وبين عطائه وبين انه هو ما يحس انه هو الغنف بيقعد على الغنف المغرب خلاص عقب الشغل انه شلون يشجع نفسه ويتدرب يعني واللي يروحون المدارس طبعا عندنا إيه فئه المتو اللي في المتوسط وفي الابتدائي ان احنا انا اشوفهم هم هذا في يعني يغلبهم شويه لان وقاعد يقلل من نسبه الافراد اللي تروح تلعب رياضه وسبها الضغط اللي إيه قاعد يصير باليوم عاد يعني إيه وشو ممكن تحافظين على مستواهم العالي كلاعبين ولاعبات؟ طبعا عندك فئه مبتدئين غير عن فئه يعني الليفل المتوسط او غير عن المتنافسين في البطولات يعني محليا وخارجيا كل واحد له مستوى مختلف يعني طبعا معي انا نخبه يعني احب امسي عليهم بالخير مدربين الافاضل اللي معي من كابتن سالم الشايع 12 مره بطل الكويت وكابتن محمد ابو محمد الحرس كابتن صلاح ابو بريكه وحماده كابتن احنا نسميه كابتن حماده ف يعني عندي نخبه من او معاي يعني انا محظوظه من الاخوان الافاضل المدربين اللي هم كلنا كنا تقريبا في مثلنا الكويت في المنتخب وصار لنا الفرصه ان احنا نتدرب في الخارج ونحتك في خبرات خارجيه فهم يعني انا قاعد اشوفهم شلون يشتغلون مع كل فئه مثلا فئه الاطفال وفئه الليفل المتوسط والمتنافسين آه ان هم شلون يسوون احنا نسميه personalization ان هم يخصصون مثلا حق اللاعبه هذه آه الـ الـ الجانب الفني هو عندها الأضعف هذه عندها الجانب النفسي اضعف هذه عندها الجانب الضغط هو اللي يوترها في في البطوله فقاعدين نحاول ان احنا ما نعمم هو ون سايز فيت اول يعني مو كل اللاعبين عندهم نفس المشكله في مشكله تغلب على 80% ولكن في مشاكل انت تحددينها مع كل لاعب خاصة هي اللعبة فردية في ان انت شلون تعالجينها وشلون تتعاملين معاها وشلون تشوفين تطور البنات خاصة في في الوطن العربي وتوجههم لرياضة المبارزة؟ انا اشوف يعني من خلال خلينا ناخذ الاولمبياد الاخيره في باريس على سبيل المثال كمقياس لنا ومعيار مثلا عندنا البطلات شفنا بطلات مصريات شفنا البطل المصريه بس لل... للاسف ما يحضرني اسمها الحين في في لعبه في لعبه السابر تدري احنا عندنا ثلاث انواع في مبارزه السابر هي كانت حامل في شهرها السادس اي هي إيه. دكتوره اصلا فهي وازنت ما بين عائلتها يعني حياتها العائليه وما بين رياضتها في أعلى مستوى يعني قاعد تلعب أولمبياد وشلون تأهلت ووصلت، وما بين دراستها أن هي دكتورة أصلاً فيعني أنا أحييها ويعني جداً فخورة أن عندنا الحين مثال عربي يعني أول عندنا هذا في هذا المثال مثلاً تكون دكتورة لكن أمريكية. وتكون اوروبيه، فدائما الناس ما تحس في الصله بينها يعني او صله صله, صلة, صلة قريبه منها، إيه. لكن في في لما شفتها البطله المصريه في هذه اعتقد اسمها فاضل اسمها الاخير، يكون مثال واقعي حق البنات ان تقول شوفوا يعني شوفوا لما يصير عندك جرينتين ولما مثلا تتزوجين تقدرين تين، ولما تحملين تقدرين تين. <تصفيق> <تصفيق> مثال حي اصلا حق ان البنت القويه اللي تقدر تصور تشارك اصلا في كل الظروف بس انا شوفي يعني ليبل او ملصق بنت القويه ترى يعني مو مو جذاب انا اشوفه وايد، ليش؟ لان احنا مو مطلوب منا احنا نكون اقويه، احنا مطلوب منا بس ان احنا اذا نبي شيء نقدر نسويه، بس القوه ترى هي ذهنيه بالنهايه والصلابه الذهنيه هي اللي تخليك تنجحين وتقولين ما لي خلق اسوي هالشيء اليوم، انا وايد تعبانه لكن لازم اسوي. <applause> أنا هذه أعتقد هو المعادلة النجاح اللي أي إنسان ناجح لو تسألينه تقولي له أنت كل يوم ودك تسوي هالشيء على جميع الأصعدة سواء كان مهندس ولا كان لاعب ولا كان دكتور لا مو كل يوم الانسان الناجح يبي يسوي نفس اللي هو قاعد يسويه وهو ناجح فيه بس في ايام احنا تحشنا دروب يعني احنا بشر في النهايه يعني اكيد ايه طبعا الحوار معك جميل لو ودي نتعرف اكثر على انواع المبارزه الثلاث لكن بعد هذا الفاصل لولو الأيوب هي واحدة من أبرز الشخصيات الرياضية في الكويت في رياضة المبارزة وقد حققت العديد من الإنجازات التي جعلتها نموذجاً يحتذى به للشباب وخاصة الفتيات الكويتيات بدأت مسيرتها في رياضة المبارزة منذ الصغر، واستطاعت بفضل شغفها وتفانيها أن تصبح بطلة في هذا المجال، محققة العديد من النجاحات المحلية والإقليمية. تعتبر لولو أيضاً مدافعة قوية عن تمكين المرأة في الرياضة، حيث تسعى إلى تشجيع المزيد من الفتيات على الانخراط في الأنشطة الرياضية المختلفة رجعنا لكم مشاهدين برنامج قصه انجاز ونستكمل حوارنا وحديثنا مع اللاعبه والمدربه وصاحبه النادي لولو الايوب، طبعا حياك الله معنا مره ثانيه في برنامج قصه انجاز. اه هي الله تكلمنا طبعا قبل الفاصلة عن انواع المبارزه، قلتي او ذكرتي انه في ثلاث انواع المبارزه وفي انواع السيوف بعد، اتوقع ثلاث انواع السيوف. اي طبعا. شنو الفرق بينهم؟ طبعا اللي ما يعرف المبارزه احنا عندنا يعني المبارزه تنقسم الى ثلاث فئات هي الفلوري، الابي، والسابر، هذه الاسماء مالتها الفنيه يعني. الابي هي سلاح السيف اللي هي ملامسه اللاعب للاعب اللي قدامه في اي منطقه كانت سواء من الراس الى الريل. لا. والوحيده اللي تحتسب فيها النقطتين دبل، يعني ممكن الاثنين احنا نسجل مع بعض وحتى تحتسب للاثنين نقطه، نقطه لك ونقطه لي. هذه الوحيده اللي فيها دبل. اللعبتين الثانيين اللي هي السابر والفلوري هي فيها تحديد منطقه الاهداف فالفلوري تحديد الهدف هو مثل الصديري احنا بالكويت نسميه في منطقه الصديري ظهر وبطن الجذع جذع الجسم فقط لا غير مع شويه من الرقبه يعني من الماسك فهذه هي اللعبة وتعتمد على اولويه الهجوم هي تحتسب لها النقاط في في حاله التسجيل ولعبة السابة نفس الشيء في حالة الأولوية للهجوم وتحديد الهدف محدد اللي هو من من الجذع العلوي والرأس والأذرع. إيه نعم. فهذه لها طريقة مختلفة، طبعاً هذه لها سيفها البي سلاح السيف، لها نوع سيف احنّا بالشكل كما بالسريع ما تفرقين فيه لكن هو شكله واحد اكبر واحد اصغر. يكون اخف اتوقع أس. مو بالوزن هو بس هو طريقة الملامسة والحجم شوية. اي نعم، طبعاً أكيد اللاعبين واللاعبات اللي حصلوا على تدريب تحت إيدك أكيد وحصلوا على العديد من الإنجازات. خلينا نتكلم عن بعض الإنجازات اللي حصلوها اللاعبين اللي دربتيهم. آه طبعاً ماكو شخص يقدر يسوي كل شيء بروحه يعني وهذا يعني أسطورة. <applause> الواقع ان في انت عندك مجموعه اشخاص يشتغلون مع بعض ويجتهدون ويحققون انجاز. آه ليش انا اقول كذي؟ لان انا مثلا لما يبت على الصعيد الشخصي لما انا جبت ميداليه انا كان امي وابوي كانوا يشجعوني، مدربي كان يعني يدربني طبعا، المنظومه اللي انا فيها اللي اللي اتمرن فيها هي اللي ساعدتني اني اوصل حق هذا الميداليه. نفس الشيء الحين البنات اللي حققوا ميداليات معانا في النادي يعني لو ما استاف التدريب اللي احنا معانا يعني احنا نشتغل فيه مع بعض كما قدرنا نوصلهم الى هذا المستوى وطبعا ما ننسى دور الاتحاد مشكور في انه هو شجع اللاعبات اللي هم وصلوا الى ميداليات ذهبيه من يعني من نادي او من نوادي اخرى لتنافسه في بطوله الكويت في ان هم يعني يدربون في الاتحاد من خلال المنتخب ويمثلون الكويت في الفعاليات في البطولات الخارجيه. إيه دائما نسمع هذه المقولة أن رياضة المبارزة تساهم في زيادة المهارات الذهنية والبدنية إيش ممكن أنها تساعدكم في هذا المجال؟ <applause> أنا ذكرت أمس كان في عندي في جلسة اجتماعية كان أقول في يعني نقاش أنه لا لا هذه اللعبة أنا ما ألعبها لا تخرع لا يعني تدري ردود أفعالنا بالنسبة حق رياضة إحنا ما نعرفها وفيها سيف خاصة على على صعيد البنات يعني شوية تخوفون منها فأنا شنو قلت لهم؟ قلت لهم هذه اللعبة فز أولي فور سمارت بيبل، يعني هذه حق لعبة الأثياء. صح <applause> ودائماً أحب أنا هذا هذا الشيء لأنه فعلاً لما تشوفين مباريات في مستوى عالي، تشوفين اللاعب مو دائماً الأقوى، يعني تشوفين ممكن يكون قصير، وممكن يكون متروس شوية مو وايد متكتك يعني، وتشوفين يمكن في أخطاء وايد لكن تشوفين شلون حل مشاكل المباراة اللي هو فيها. ذكاء هو اللي وصله يعني الحين تكلمين عن مهارات عالية عند الأثنين إيه؟ من اللي راح يفوز؟ اللي يعني يمكن يوم أحسن في مدربين يقول اللي يمكن يوم احسن، ممكن اللي يكون يلعب في ديرته الحكم معاه، ساعات يقولون كذي في بعض الـ يعني او انه ممكن الرياضات. إيه يرتاح لانه يكون في ديرته إيه مثلاً, إيه مثلا لكن انا اشوف اللي عنده قدره على الابداع وعلى على حل مشكله ويقدر يشوف المشكله في نفس اللحظه ويحلها يعني خلال لمس يعني نقطه نقطتين يقول انا عرفت مشكلتي وين، انا مشكلتي اني انا مثلا قاعده اهجم وايد او انا قاعد أدافع وايد لازم اغير، هذه اللحظه انا اعتقد هي إيه لحظه اللي يحول فيها المباراه من خساره الى فوز. اي نعم، طبعا الفترة الأخيرة انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الحديثة والتطور التكنولوجي، وأغلب الرياضات قاعد تتوجه حق أنها تستعين في هذه الأمور علشان تساعدها في أمور كثيرة، هل ممكن نشوف وسائل التواصل الاجتماعي أو نقدر نقول التطور الحديث يساعد رياضة المبارزة في الأيام؟ اي نعم، اي نعم، هو طبعا على صعيد الماركتينج اللي هو التسويق هذا طبعا تخدم والانتشار تخدم وايد رياضات احنا ما كنا اصلا نعرفها يعني حتى احنا كنا في المباريات قاعد على رياضات ثانيه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات اللي قاعدين يسوونها عن كل طريقه تمرين في او تسخين في رياضه ثانيه تقولين اوه احنا ما كنا نعرف لانه ما كان ما كان عندنا الفرصه إننا نشوف. الحين دور التكنولوجيا تحديدا في المبارزه لعب دور كبير كونها هي رياضه تعتمد على الكهرباء والتوصيلات الكهربائيه يعني معظم الناس يشوفون احنا مربوطين بخيط هني يقولون ليش انتم في حبل يوركم لان هذا هذا مو حبل هذا واير وهو دائره كهربائيه توصل اللمسه لما يصير في لمس حق اللاعب الثاني عن طريق السيف وعن طريق الملابس يعني الملابس ممكن تفصل او تعزل يعني في في الاحمر يشب مثلا اذا كان هدف او اذا كان خارج منطقه الهدف في الالعاب الثانيه اللي هي السابر لكن الحين مثلا مارك زوكربيرج اللي هو سوى فيسبوك ومؤسس الفيسبوك سوى ميتا اللي هي العالم الافتراضي نظاره العالم الافتراضي وفي وفي لعبه المبارزه لانه هو شخصيا يلعب مبارزه هو حب لعبة مبارزة وقام يلعبها أو كان يلعبها أيام الجامعة ففي فيديو هو نزل يحاول أنه يطور لعبة مبارزة عن طريق أن أنا أكون لابسة هذه الفي آر نظارة الفي آر العالم الافتراضي وأنت تكونين في مكان ثاني أو في دولة ثانية لابسة نفس النظارة آه وممكن أن إحنا نلعب مع بعض لكن مباراة وقت مختلف في أو اوقات مختلفة اوقات مختلفة سوري في اماكن مختلفة أيوة أيوة في نفس الوقت لكن ممكن يكون انت في قارة وانا في قارة ثانية لكن احنا نتبارع عن طريق العالم الافتراضي هذا نعم. طبعا اعتقد هي للحين تحت التطوير للحين ما تم يعني ما نزلت في السوق للبيع بالنسبة حق لعبة المبارزة لكن هذه واحدة من الاشياء اللي صارت حق كتطور داخل اللعبة وانا اشوفها يعني تطور سريع في فترة قصيرة مقارنة في تاريخ اللعبة انها ظلت مدة طويلة بدون ما يصير يطرأ عليها تغيير كبير في التكنولوجيا لكن ايضا هم تم استحداث الوايرلس احنا الحين عندنا اجهزه خلال جهاز صغير احنا نعلقه فيه عندنا بدون واير اللي هو يعني عن طريق اشاره البلوتوث ينور مو بالضروره دقيق نفس دقه الواير حاليا لكن اعتقد راح يتطور الى درجه ان احنا نستغنى عن الوايرات يعني في ايه يوم من الايام. وهل استخدمتي يعني نقول بعض البرامج او برامج معينه علشان تساعدين ممكن اللاعبين او اللاعبات اللي يتم تدريبهم وفي تطويرهم في اللعبه؟ اكيد اكيد يعني احنا عندنا يعني الحين اذا في في على عالم الفتنس يعني هذا ليفل اوف فتنس اللي هو الورم ابس والتسخين وهذا في اكيد في عندك ادوات ممكن تستخدمينها مرتبطه بالتكنولوجيا في قياسات الاداء وتقدرين تعرفين ارتفاع مستوى الاداء شلون يصير يعني على مدى الشهر وعلى مدى الاسبوع فقياسات يعني فنقدر فنستخدم بعضها مو يعني في كل رياضه لها لها برامج تخدمها اكثر نعم ولولو ممكن اكيد في امور او المبتدئين تكون عندهم صعبة خاصة في بدايتهم في رياضة المبارزة هل ممكن في نصيحة تقدمينها حق الناس المبتدئة اللي حابة أنها تدخل مجال المبارزة لكن ودها أنها تصل إلى إلى الاحتراف نقدر نقول شوفي أول إجابتي لها لها يعني شقين الشق الأول لا الإنسان بشكل عام اه ليش ما يحاول يستكشف يعني احنا خاصه الحين في عالم كان يعني او عايشين في زمن في انفتاح كبير وفي عندنا يعني نسبه ال 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 المجهول اللي احنا اول كنا نسميه مجهول تام الحين احنا نقدر نشوفه بالفيديو فهو مو مجهول تام فنقدر احنا نقول نقدر من خلاله الى حد ما ان هذه الرياضه امين لها هذه الرياضه لا امين لها يعني مثلا الغطس انا اميل للغطس انا ما امين للغطس يعني بغض النظر جربتها او لا، انا مثلا ما اميل حق هذه الطريقه <applause> مالت بس في ناس يحبون المنافسه، في ناس يحبون الكرو والفار يعني فكره المبارزه ممكن يميلون لها، خاصه اذا هم كانوا يلعبون العاب قتاليه من قبل، غالبا يلعب يحبون المبارزه. فانا ادعوهم للاستكشاف، يعني احنا الحين في في زمن الاستكشافي وايد سهل، فما عاد مجهول، يعني ما عاد هذا المجهول مو موجود عندنا بنفس الأزمة الزمن اللي فات يعني. فمثلا انا لما لعبت مبارزه انا كان مجهول انا ما كنت شايفه فيديو قبله يعني او ما كنت شايفه اللعبه اصلا ففعلا كانت مجهول تام بالنسبه لي فهذه هذه دعوه انا ادعوها حق اي احد حاب انه هو يجرب اي شيء بشكل عام يعني حتى ما نحن نسافر دوله احنا نقول ما ندري كيف ما تعجبنا بس خلينا نشوف فيديو خلينا نشوف شيء خلينا يقولون عنها هذا يصير عندك استكشاف بسيط مبدئي ان تروحين تقدرين هل انا راح استانس في هالدوله او ممكن ازورها او ممكن ازورها أكيد. الحين المبارزه تحديدا من الاشخاص اللي كانوا ببالهم مبارزه وما جربوها الحين نتعمق اكثر انا ادعوهم الى التجربه وان هم ما يقررون شنو هذه اللعبه الا لما هم يجربونها ومو بالضروره مثل ما ذكرتي أنها تكون تنافسيه بحته قد تكون ان هي جزء من لايف ستايل انت حابه انه يكون في يومك يعني انا شخصيا العب مبارزه صح لكن عندي رياضه ثانيه احبها العبها على يعني للياقه لمرونتي انا استانس فيها مع يعني مجموعه من الاشخاص اصدقائي يعني ففي الرياضه للحين انا اتوقع ما طلعنا 80% ما طلعنا من من اطار الجيم فالرياضه وايد اكبر من كذي في انك انت تستمتعين فيها وتساعدين نفسك انك انت تكبرين بجوده حياتيه اكبر على على مستوى صحي احسن ما يعني مستوى صحي ترى نفسي ومستوى صحي جسماني يعني انك تحافظين على نفسك كبنت او كولد على مدى يعني على المدى الطويل. نعم. اي نعم طبعا مستمتعين اكيد بالحوار معاه لكن ودنا ناخذ هذا الفاصل وبعدها نرجع معاكم مع لولو والأيوب رجعنا لكم مشاهدين برنامج قصه انجاز ومعانا في الاستديو مدربة ولاعبة رياضة المبارزة لولو الأيوب. لولو دائما يقولون ان الانسان صعب انه يوازن بين حياته الشخصية او حياته المهنية ومع الرياضة، في ناس وايد قاعدة تعاني من هذا الموضوع، شلون قدرتي تنسقين حياتك مع المبارزة. اوكي. اولا اولا خلينا نتدرج انه هو ما يصير تلعب رياضة وتدرس، هذا ايش راح تنفعك في الرياضة؟ احنا مقولة معظم الأمهات والأبهات اللي احنا يعني في أجيال سابقة قالوها وايد والحين يمكن أقلت يعني. عشان لا يقولون أنت مثلا يحسبوني فاشلة يعني. <applause> أنا درست في يعني بعد الثانوية درست عشر سنوات في ثلاث جامعات وتخرجت من ثلاث جامعات، زين؟ في إسبانيا. فأنا حصلت على آخر درجة اللي هي درجة الدراسات العليا. فأنا جوه درست؟ درست ثلاث جامعات ثلاث درجات. أنا مو يعني الوحيدة اللي سويت شيء في المبارزة، غالبا غالبا في المبارزة تشوفينهم دكاترة محامين آه يعني في عندهم آه الجانب الأكاديمي آه يعني عالي, عالي وموجود زين؟ لكن هذه المقولة مالت يا الرياضة يا الدراسة أنا أعتقد هي موروث صار عندنا عرفي في المجتمع وكان كان كان زمن فيه ظروف معينه وانتهى يعني ما لازم احنا بس هذا ما واجدنا اباؤنا عليه ونكرر ونعيد وهو ما مو مبني على اساس صحيح انزين الحين لما واحد يكون عنده امتحانات طبيعي ما راح يقدر يروح النادي لانه راح يكون مضغوط صح. اذا كان عنده واجبات كثيره يعني مو قادر إيه مثلا بحوث عنده عنده مثلا يطلع يسوي شيء هو مضغوط لكن هل معقول احنا كل يوم هذه حياتنا معقول طول الاسبوع لا. فلا بد ان احنا عندنا يومين بالاسبوع، يوم في الاسبوع نقدر في فتره من الفترات يعني يمكن في فتره يمكن نروح كل يوم، في فتره يمكن نروح مره في الاسبوع، في فتره يمكن نروح يومين في الاسبوع، لا بد ان احنا نحط له اولويه، هل يعني ناخذ الرياضه هذه ونحطها اولويه في حياتنا، اليوم نقدر اليوم ما راح نقدر، هذا مستحيل لان الاولويه الاعلى هي دراستنا. لكن باكر اعتقد شوف الامتحان انا اعرف له مثلا مثلا اذا قصير او احنا دارسين له من قبل او اذا على مستوى اللي هذا كان بس املاء اوكي نسويه بسرعه مثلا ساعه قبل يعني كان كوليه امر ترى عندي اولاد اثنين في خامس وفي ثالث يعني عمره 10 سنوات و8 سنوات فعندنا املاء والله امس امس سويت وايد واجبات <applause> ودرست امتحانين وسوينا سوينا وسيله العلوم ورحت النادي كل شيء سويت امس يعني عصبت من كثر كل شيء ما سويت، بس شو اسوي؟ قاعد يعني اقول يعني ما راحوا هم النادي الا يعني هم كان المفروض يروحون تو سيشنز يعني ورا بعض، خليتهم يروحون مره واحده. وحاولت اني احط شيء قبل ما يروحون التمرين وانا رحت مع راحوا التمرين وانا رحت خلصت شغلي، رجعنا كملنا ساعه زياده قبل العشاء ويعني فتره العشاء، وبعدين راحوا ناموا يعني ف لازم الواحد يسوي مجهود، يعني احنا كاولياء امور مطلوب منا ان احنا نساعدهم انه ليش انا قاعد اسوي هالشيء الحين؟ لانه هو بعدين لما يكبر بيقول ما عندي ما اقدر اروح النادي اليوم عندي امتحان. لا انت لازم أيوة تعرف توازن نفس ايه ما انا همن والدتي طبعا مسي عليها بالخير فاطمه العماني قالت لي ان انت اذا ما تبين درجات زينه ما راح تروحين النادي، لازم انت تكونين يعني عارفه شلون تقسمين وقتك وتنظمين ما بين الدراسه بدون انترنت اي نعم طبعا احنا مستمتعين بالحوار وياك لكن دائما ترى الكلام الحلو يمشي بسرعه اكيد والله ودنا تكون هذه مو اخر مقابلة. <applause> إن ونشوفش إن مقابله ان شاء الله ونشوفك ان شاء الله في ان شاء الله مع تعالي. مع البطلات اللي إن شاء اللي وصلوا ان شاء الله يروحون ان شاء الله, تكون الله. متواجدين وياك ان شاء الله اكيد ودنا ناخذ منك كلمه اخيره توجهينها لبرنامج قصه انجاز اشكر طبعا قصه انجاز على تسلطهم الضوء على رياضه المبارزه كون إن احنا بعض الاحيان مظلومين اعلاميا في هذا في هذا, في هذا الانتشار لكن مشكورين ما قصرتوا وزاره الاعلام دائما حريصه في ان هي تغطي الجهود الشبابيه الكويتيه في مختلف الانشطه والقطاعات اشكر يعني جزيل الشكر حق فريقي فريقي اللي ذكرت المدربين اللي معانا كابتن سالم الشايع محمد ابو محمد الحرز صلاح ابو بريكه وكابتن حماده على انهم يتحملوني كل يوم هم <applause> 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 يعني جنود مجهولين وان شاء الله يعني طبعا كانوا معانا بالصور شايف بعضهم كانوا طالعين ويانا اتمنى ان اللاعبين واللاعبات اللي معنا في النادي أن يستفيدون قدر الامكان من خبرات هذه المدربين اللي معنا لان فعلا نخبه ويعني يعني أنا جدا محظوظة إني أنا أقدر أشتغل مع ناس كذي وطبعا أسرتي الجميلة وأبنائي وأنتم أنتم شهد وعهد الحلوين يا شكرا يا شكرا ما الله يعافيك شكرا كل الشكر طبعا أكيد للاعبة والمدربة في رياضة المبارزة لولو الأيوب كانت معنا اليوم في برنامج قصة إنجاز نشوفكم على خير في حلقات قادمة مع السلامة